تخيلوا هاد مفتاح الغرفة. نو هاي للكل، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم قاعدين بالبيت، وكلنا قاعدين بالبيت، وهلا هالفترة طفش. ولأن قاعدين بالبيت، أول شيء بدي لكم إياه، دائما بلاحظ إنه لما بعمل فيديوهات فيها كتير قصص وحكي، في عالم بيعلقوا لي تحت اعملي فيديو كوميدي، نور اعملي مقلب، نور اعملي فلوج. إذا بتحبوا نوع الفيديوهات اللي هو تمثيلي أو مقالب أو كل شيء، روحوا شوفوا الفيديوهات اللي نزلتها الفترة الماضية بقناتي للي ما شافها. أوكي. اليوم الفيديو بيتعلق بهذا البوكس السري اللي هلا رح احكي لكم تفاصيله ورح نفتحه سوا، ولكن قبل ما نفتحه ونحكي عنه واعطيكم معلومات وقصص كثيره، خليني احكي لكم عن لعبه Rise of Kingdom. اللعبه كثير بتسلي، كثير بتجنن، وكثير بتشد، فبتكون ادمان لكم عم تجربه، لانه مش بس انا ادمنتها، كمان اختي ادمنتها بعد ما انا اصريت عليها انه تحملها، لانه كان بدي العب انا وياها، لانه باللعبه فيكم تلعبوا انتم وعائلتكم او اصدقائكم اونلاين، فبتجمع الابعاد اللعبه، بس انا واختي مش بعاد، يعني بيناتنا غرفه، بس انا كان بدي حدا يلعب معي فلعبتها مع اختي. فاللعبه كتير كتير بتحمس وبتجنن، وبما انه نحن هلا كلنا بالحجر الصحي طفشانين زهقانين بالبيت، فاكيد بدنا نتسلى بشيء، فانا جبت لكم هذا الشيء اللي انتم تتسلوا فيه. Download for free. أكيد هلا اقتنعتوا إنه اللعبة هاي بتجنن، فحملوها، بحط لكم رابطها بأول صندوق الوصف. أنتوا ضميركم بتحملوها، بتعرفوا قد هي حلوة، ما بتحملوها بخسارتكم، بس يعني أكيد رح تحملوها لأن اللعبة بتجنن بتجنن. أوكي، نحكي هلا عن البوكس السري. ماما بتجمع لنا أغراضنا أنا وإخواتي وحاطة صناديق وبتحط فيها شغلات بتخصنا. هذا الشيء ماما بتعمله من زمان، ولكن هذا الصندوق عملته ماما إلي بأمريكا، سو فيه كتير قصص حاطتها ماما بهالصندوق، بس هذا صندوق سري ماما ما كانت مخططة تعطيني إياه. هلا أنا لقيته بالصدفة وقلت أوه فكرة فيديو كتير حلوة، بعدين رحت لماما قلت لها فكرة الفيديو، اقتنعت ماما، وهيك عم بعمل لكم هذا الفيديو هلا اللي رح أفتح معكم الصندوق السري. هالصورة كانت بعد ما خسرت كتير وزن، وإذا بتلاحظوا أنا كتير مبسوطة بالصورة، كانت بالقرية العالمية تقريبا قبل شي 3 سنين. واو العمر قديه بيمشي بسرعة. هون في عنا قصة كتير حلوة بتتعلق بهذا العقد. هذا العقد أول شي فينتج، يعني عقد قديم لبستني مسؤولة الأزياء بالفيديو كليب تبعي استنى شوي، لبسته بالفيديو كليب تبعي استنى شوي، وهذا كان ما في منه بالأسواق لأنه فينتج. فلما خلصت الميوزك فيديو أنا طلبت من إنسانة اللي صممت لي أزيائي اللي هي ستايلست بيسموها، فقلت لها أنا كل اللبس اللي لبسته بالميوزك فيديو بدي أشتريه منك، فقالت لي اوكي، واتفقنا على هذا الشيء اوريدي، دفعت لها على هذا المبدا. ولكن انا ضليت صور الميوزك فيديو للفجر تقريبا، فهي كان بدها تطلع، وما بعرف لما هي بدها تطلع قالت لي حاترك لك ثيابك بغرفه تبديل الثياب، قلت لها اوكي، بس قلبي حسني انه خليني اروح اشوف اذا عن جد رح تترك كل اللبس ولا لا. لما رحت لقيتها اخذه هذا العقد، وكانت اوريدي عم تطلع، يعني شايله ثيابها وشايله اغراضها كذا، ف قلت لها استني استني، وين العقد اللؤلؤ اللي كنت لابسته انا بالميوزك فيديو اللي هو هذا؟ قالت لي اوه سوري، هذا بالذات ما بقدر اعطيك اياه. فطلعت فيها قلت لها هو انا اشتريت كل اللبس مشان هذا العقد بس يضل عندي، لانه قلتي لي انه هذا قديم كثير وجايبتيه انت من فرنسا وما بعرف شو، فلما لبسته بالفيديو كليب تبعي هو هذا الشيء اللي بدي اخليه ذكرى من الفيديو كليب تبعي لما اكبر وما بعرف شو، لانه في لبسه بالمستقبل. بالنهايه اعطتني اياه لانه هذا الشيء يعني انا اوريدي اتفقت معها عليه، وهي كانت تخيل لو انا ما رجعت وشفت اذا هو موجود مع بقيه المجوهرات اللي اشتريتهم انا، كانت هي راحت واخذته معها وخلص، كيف بدي لاقيه انا بقى؟ يعني لانه كان عندي طياره بعد بكم ساعه اسافر على امريكا يعني. ف يا هذا العقد هلا موجود عندي، وهو كثير شكله حلو، بحس ممكن البسه بالمستقبل بادوار لما اكون ممثله او بميوزك فيديو ثانيين يعني، بس كثير بحبه وبجنن عقد لؤلؤ هذا. هون هذا الشيء رح يخليكم تستغربوا، هدول كلهم تذاكر رحلات طيران انا سافرتها، تخيلوا، وكل رحلة علمتني شيء، وكل سفرة علمتني وضافت لشخصيتي شيء. كل ما بسافر وبرجع ماما دائما بتسألني عن التيكت تبعي، واحيانا بضيع على التيكت واحيانا بيكون معي، سو لما بيكون معي بعطيه لماما. سو طلعت ماما عم بتجمع لي كل تذاكر الطيران اللي انا سافرتها، وتخيلوا هاي كلها تذاكر طيران، يعني ما بعرف قد ايه، بس هدول كلهم طيارات انا ركبتهم بحياتي، فماما مجمعتهم إلي، وفي منهم بس هيك صغار كمان مجمعتهم ماما، وقالت لي انه هي عم بتجمعهم لانه بتحس انه هدول كلهم ذكريات فلازم انا احتفظ فيهم. يعني انا كنت بفهم ليه هي عم تطلبهم مني، بس ما كنت متخيله انه هي تكون مجمعه هالقد تذاكر رحلات طيران. هالورقه مكتوب فيها 17 مليون مشترك، سو باول هالسنه ماما سالتني شو هدفك القادم، يعني قلت لها بدي اوصل 15 مليون على يوتيوب، قالت لي اذا وصلتي 15 مليون، قلت لها بدي اوصل
15 بعدين 20 صح؟ قالت لي لا بحس حتضغطي نفسك لما تفكري 20، سو بحس انه خلي هدف معقول لنفسك هالسنه انه توصلي 17 مليون هالسنه، وهذا الرقم حتوصليه بصحه منيحه بدون ما تضغطي نفسك لتحرقي نفسك. فبتذكر بوقتها عملت فوتوشوب لهالرقم وحطيته قدامي بمرايتي فوق، بس ماما باعت كثير قصص من غرفتي فشكلها شايلته حطيته هون وحطيته قدامي بالمراية لحتى كل ما اتجهز احط مكياج شوفه واتحفز انه اشتغل اكثر. سو يا هي القصة تبع هي الشغلة. هون في عندي فلوس من بلدان انا سافرت لها، سو دائما لما اسافر بلد ويضل عندي كاش ما صرفته او ما حولت العملة بعطيه لماما هون، والظاهر انه ماما عم بتحطه لي هون. شو هاد عقدي الاول مع شركة من الشركات؟ سو لا اوكي او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. هاي العلبة هي علبة الاوتيل المسكون اللي رحت عليه، جبت منه العلبة تبعه فعطيتها لماما بوقتها، فشكلها ماما حطت لي هون لحتى اتذكر. ما بعرف شو هاي. اوه هالرسمة انا رسمتها وقصتها قصة، انا اشتغلت مع ديزني على كامبين حملة على فيلم انكريدبلز. يس الحمد لله الحمد لله انا اشتغلت مع ديزني من قبل يعني، وانا كثير بحب شركة ديزني اصلا، فلما اشتغلت معهم اخذونا بجولة كاملة بعالمهم وعلمونا كثير اشياء عن ديزني وكيف بيرسموا الكاركترز وعلمونا كيف بنرسم شخصيات كرتونية، وبوقتها انا رسمت هاي الشخصية الكرتونية وشفت الابداع وجبت هالصورة معي وعطيتها لماما وحفظت لي اياها ماما. هي رسالة من يوتيوب، رسالة بتذكر وصلتني مع بوكس هدية وصلتني من يوتيوب فتحتها معكم بفيديو قبل فاحتفظت فيها للهدية. No way! هاد برنامج دروسي بمدرسة صناعة الأفلام اللي رحت عليها السنة الماضية. دخلت مدرسة تمثيل أنا بلوس أنجلوس بألي هوليود، تتذكروا أنتو. فالمدرسة هي اللي درست فيها بهوليود في جدولي تبع إنه الصفوف، فهذا هو جدولي وماما محتفظة فيه هون. قلبي. هاي لافتة السيارة اللي هي بتستخدم للديكور عادة، اشتريتها من نيويورك بأول زيارة إلي لنيويورك، وبوقتها حطيتها كديكور بغرفتي بعدين اختفت، فهلا عرفت وين راحت. هون في فلوس كمان محتفظة فيه. هاي رسالة بني كتبت لي إياها بشي صورناه أنا وبنفت. حينزل لكم بعدين يعني. فهي رساله بني كتبت لي اياها بوقت لما اجيت فرجتها لماما وماما حافظت لي اياها هون. بلشنا بالثقيل. هلا انا عن جد عم بيعجبني اللي عم شوفه. اوكي سو لقيت هون تذكره حضوري لكيدز تشويس اوورد اللي هو شو كثير كبير ويعني ايفنت جوائز كثير عالمي بهوليود، وانا كعربيه وحيده حضرته بهوليود. فهي التيكت اللي فوتتني عليه اللي عطوني اياها يعني هن اللي تفوتني على مكاني وين قعدت. فذكرى كثير كثير حلوه. هدول كمان بانز من يوتيوب ومن الالعاب العالميه فمحتفظه فيهم ماما. شوفوا هدول قد ايه حلوين واصليني من بنفت وماما مخبيتهم. هي بتكون خريطه. هي الخريطه لشو؟ هي الخريطه لمكان كنا ساكنين فيه بالمغرب لما كنت عم صور الميوزك فيديو مع الفنان محمد رمضان. فهي خريطة المكان ولما جبتها فرجيتها لماما لأن كنت حابة أفرجي ماما ونحن وين كنا قاعدين، فماما محتفظة فيها شكلها. فا يا اوكي سو هذا الكتاب جايز تحدي القراءة العربي عام 2018 كان أنا مقدم لي دعوة وحسيت بالفخر إنه أنا مقدم لي هي الدعوة وعطيته لماما لما أجيت. قلت لماما شوفي الدعوة اللي وصلتني يعني عن جد دعوة كتاب كامل فبجنن كثير فماما احتفظت فيه. لهيك اعطوا شغلاتكم المهمه لامكم لانه امكم عن جد حتحتفظوا لكم فيها. سكنت بفندق اسمه قصر الامارات. هذا الفندق كله لون ذهب، ما بعرف اذا هو كله ذهب بس عن جد لونه كله ذهب. وتخيلوا مفتاح الغرفه عباره عن ليره ذهب، قطعه ذهب هيك مدوره مثل فلوس الذهب. تخيلوا هذا مفتاح الغرفه. فهي تخيلوا مفتاح الغرفه قد ما عجبني وحبيت مفتاح الغرفه حفظته واحتفظت فيه وجبته معي. هذا الفندق من اجمل اجمل مش من اجمل الفنادق اللي سكنت فيها بكل عمري، اسمه قصر الامارات في ابو ظبي. واحد من المتابعين عطاني هي الميداليه اللي مكتوب عليها محمد صلاح او مو صلاح ورقم
11. لما وصلت هون فرجيت لماما لانه رقم 11 كتير عم بيطلع لي بكتير مكانات. بوقتها ماما اخذته مني وما بتذكر وين راح، فهلا لقيته هون. اهم شيء بالفيديو هو هذا الكيس. ليش؟ لانه اللي فيه شيء لازم تشوفوه. هدول هن صور تصورتهم لما كنت بلاس فيغاس، لما تجوزت بلاس فيغاس. اذا ما شفتوا سلسله الزواج لازم تشوفوها. يعني هلا انتم قاعدين بالبيت فاضيين، شوفوا سلسله الزواج لانه هالسلسله اشتغلت عليها اشهر. فصورت صور وانا عروس، حطيتهم هون يعني فستان العرس وهيك، فماما محتفظة بالصور. تخيل. هلا انا يوتيوبر وبشارك معكم كثير قصص، بس في شغلات عن جد يعني ما بقدر شاركها مثل الشغلات البقية اللي بهالبوكس، بس شاركت معكم كثير قصص وكثير ذكريات وكثير مواقف حلوة. بليز 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 حطوا لايك للفيديو مشان اعمل لكم كثير فيديوهات ثانية دردش فيها معكم، يعني بدون ما حط يعني حدود، انه هيك كأني عم بفتح لكم قلبي وعم دردش فيها معكم. روحوا شوفوا الفيديوهات التمثيلية، سلسلة الزواج، كل الفيديوهات الحلوة اللي نزلت، حاط لكم بعض روابطها بصندوق الوصف. وكمان لا تنسوا تحملوا لعبة Rise of Kingdom، حاط لكم رابطها بأول صندوق الوصف. جايز اللعبة هاي بتجنن بتجنن بتجنن، سو روحوا شوفوها. اوكي جايز، سو هذا كان الفيديو اليوم، بتمنى عن جد عجبكم وحبيتوا. إذا حبيتوا لا تنسوا اللايك، وكمان اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات وحطوا لايك لهذا الفيديو، واكتبوا لي تعليق بسر من أسراركم أو شيء غريب أو مضحك أو بجنن عن طفولتكم. رح رد على التعليقات وحط لكم قلوب وشوف شو عم تكتبوا تحت. كمان روحوا شوفوا فيديوهات تانية بقناتي. وبس أنا نور ستارز، بحبكم خيرات الله، وشوفكم وين وإمتى بالفيديو الجاي إن شاء الله. باي باي.